أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، أضاف إنجازا جديدا للقدرة البحرينية وفريق فيكتوريوس في المحافل الأوروبية بتتويج سموه بطلا لسباق سامورين الدولي في سلوفاكيا لمسافة 120 كيلومترا بجدارة واستحقاق. جاء ذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد والفروسية وسباق الخيل، وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق الملكي للقدرة ماضٍ نحو مواصلة الريادة في الساحة الأوروبية بعد عدة نجاحات سجلها الفرسان وأثبتوا من خلالها المسيرة الناجحة للاستراتيجية التي يسير عليها الفريق والهادفة إلى حصد الألقاب وتأكيد القوة والخبرة التي يمتلكها الفريق. وأشار سموه إلى أن سباق سامورين الدولي يعتبر محطة جيدة في الإعداد لبطولة العالم القادمة والتي ستقام في فرنسا سبتمبر المقبل عبر السعي الدائم لتحقيق كافة الأهداف من المشاركات الأوروبية. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لفرسان الفريق الملكي للقدرة بكافة أجنحته في تحقيق المراكز الأولى في سباق 160 كيلومتر وسباق 120 كيلومتر، متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح. وتصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة السباق منذ المرحلة الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة، حيث شكلت حنكة وخبرة سموه دورا بارزا في تحقيق هذا الإنجاز البارز، وإنهاء السباق في المركز الأول بزمن وقدره 5 ساعات و25 دقيقة و17 ثانية، فيما حل الفارس الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة من فريق فيكتوريوس في المركز الثاني، والفارس يوسف الجبوري من فريق فيكتوريوس في المركز الثالث. الحمد لله على كل حال، إنجازاتنا متواصلة سواء كانت داخل ولا خارج المملكة. مؤسستنا مؤسسة عريقة أصبحت ولها ألقاب وخيل طيبة وفرسان طيبين وفريق متكامل أطيب، فما عندنا شك أن إذا اكتملت هذه الحلقة تكتمل الإنجازات معها. هذه السباق طبعا يعني هو تجهيز قبل بطولة العالم، هو نفسه داركو بطل العالم، لكن هو أحد الخيارات. أنا عندي 3 خيارات اليوم صلبة، باقي لنا شهرين زائد لبطولة العالم. تو الناس هذه أول خطوة تدريبية قوية للخيل، الآن تأخذ راحة بسيطة وترجع إلى معسكر تدريبها، وفي نهاية الأمر تبتدي عملية الفرز إلى أن نصل إلى 5 اللي بيمثلوا مملكة البحرين في بطولة العالم.